احكي لي عاد مازلت ما لقيتيش؟ اي مازلت ما وطيتش مازلت، وناس يقولوا تصلح وناس يقولوا ما تصلحش، والحمد لله انا لاباس. والكورونا مرضتي بالكورونا؟ لا حميتي روحك، ايش عملتي باش ما مرضتيش؟ هذه انا كما كنا نعملوا كميه ثلاث، كل واحد ياكل وحده، كل واحد يشرب وحده، في معونه وحده بعد على بعضنا، كل واحد في كاسه في التاي عادي. كاسه التاي ديما في الخدمه يمشي؟ لا برشا كيسين، وهنا نغسل نجيب في جفير ولا نجيب في السيان نغسلوا ونوصلوا. وخدمتك تو في السخانه وش هي؟ واش نعمل؟ دور مفتوحكم، واش نعمل؟ نعاونوا في رواحنا، واش نعمل؟ شنو باهي الاجاره شنو يمر؟ 10,000 فرنك. 10,000؟ 10,000 فرنك، 8 سوايع. 8 سوايع 10,000، الله اعلم قداش يعطوا لي الكاميون، الله اعلم. من وقتاش تبديت؟ يجي في الكاميون، من الخامسة. الخامسة 8 سوايع يعني ماضي ساعة. صغيرات. الخبزة. العائلة شنو العائلة؟ خامسة في العيال. عمري 5 ايه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله راني في حالة مش نموت نسخانة والوان. لقحتي ولا مازلت؟ مازلت. علاش ما لقحتيش؟ ما تلهيتش انا هني كاين نخدمهم قالوا هم جوا العين بطهم خرجوا ما ريتهمش. هم قالوا توا يولوا مرة أخرى نرجعوا. مش تمشي تلقحي؟ إن شاء الله. بيعي زعما التلقيح. ها؟ اسألي طبة، قول له يا طبيب باهي. هو أنا والطبيبة ضايع. لا قول ثامن يتفرج فيه، قول له. زعما بيعي التلقيح خاطر هاي قالوا واحد يقول خايب واحد يقول بيعي وحنا خايفين. ثم شكون هنا معاك مرض بالكورونا ولا؟ لا ما ثمش احنا، لا كاميون كامل نظيف. اش عملتوا باش حميتوا رواحكم؟ اش عملنا؟ ما انا مسخانة ومو الفلفل قالوا لنا ما ثمش لا كورونا لا حتى شيء. الفدار مرضوا مرقدين، واللي لبرا ما مرضوش. واللي كلي الفلفل؟ الكلي الفلفل عايش بالقديلة بس الله. منها ما لاقحناش والخدمة كيما طريناش هي اللي والخدمة. شكون ناقصة معلومة مش واضحة معلومة التلقيح؟ ماشي ما ندروش، ما حد يقول يقتلوا واحد ياكل شيء ما ندروش عليها ما نعرفش. من التلفزة ولا من الشارع؟ لا من الشارع مش من التلفزة. وفي خدمتكم تو كيفاش شنو الأمور؟ الخدمة اش عاملين؟ نهار كيما طرينا تو تعبانين ونخدموا في شيلي. لا جارة باهية. ها؟ لا جارة شنو الأمور؟ ماشي نمر ما نعرف لا قاري لا نعرف معناها. كفيك الاجاره؟ 10,000 واش تكفي؟ انا هكاك نعاون بها وبر صغاري وكو. شي حاجه ومنيتك تحب تشريها تلم وتجمل؟ ماذا بيا نلم لصغاري ونقري صغاري. ماذا بيا ما اكثر مصروف وبنيتي في كل شيء في راجلي ودار. في لبستك وفي لبستي في كل شيء. ماذا بيا نظل نخدم كش كما هكا. ولا جاره ماذا بيا خي اكثر من هكا، يعني 10,000 ماشي موصل الحق. مش وصلتنا برشا. في السويني تو؟ نخدم في السويني ونخدم ب10,000 وثلاث صغار وراجلي راقد معناها مش يخدم هكا. تلقيح اش عملت فيه؟ لقحته؟ مازلنا. علاش ما؟ مازلنا ما لقحناش. علاش ما مشيتش لقح؟ ما مشيناش ما قيدناش ما مشيناش. ما قيدتوش؟ عرفتوا كيفاش تقيدوا ولا؟ مازلنا ما ندروش. والتلقيح باهي ولازم؟ ما ندراش انا. ولا ما عندكش معلوم؟ ما عنديش حتى معلوم على التلقيح. تحب تفهمي اكثر تقول انت؟ اي. والخدمه شنو امنيتك في الخدمه؟ ها نخدم في السوين ب10,000 هكا. شنو تحب تعملي بها ال 10,000؟ 10,000 ما تعمل حتى شيء، ما تصرف حتى شيء. ثلاثة صغار نعاني فيهم والراجل خدام حزام معاشرة يخدموا ونهارنا. صغارك ياكلوا مليح يقروا مليح؟ مازال مش ميقر صغار. ياكلوا مليح؟ ياكلوا هكاك. في ماكلتهم شبع متغذين صحيين؟ لا بس انا. انت لاهية بهم؟ اي. احكي لك كيفاش لاهية بهم؟ شنو تحب بهم يطلعوا صغارك؟ يقروا لارواحهم وكل شيء. امنيتك في الدنيا؟ امنيتك؟ ومنيتي نعيشو لاباس وكا ولادي يكبروا يقروا. تلقيح وشنو تسمعوا عليه؟ شنو فاهمين شنو مش فاهمين؟ خويا والله ناس كل ناس تقول مضر، ناس تقول باهي، ناس تقول مشوا لقحوا راهو مفيد، ناس تقول راهو يأذي العبد. ما نعرفوش، ناس مشت ناس نحن الحق ما مشيناش من الزن. مشى حد. هذا يخليكم تزيد تخافوا؟ زيد نخافوا كهو الواحد. انت اذا كان واش باش ينفعك الدواء باش يضرك حتى شيء. ما ينفعكش حتى، علاش ندقوا فينا احنا الدواء كهو